نشرت مجلة الجرس اللبنانية مقطع فيديو تتحدث فيه المحامية اللبنانية بشرى الخليل عن علاقة والدة الرئيس سعد الحريري بالعائلة الملكية السعودية وتحديداً بالملك فهد، لا سيما بعد انتشار صورة تجمع الملك فهد بوالدة الرئيس سعد الحريري. وقالت المحامية بشرى الخليل: أم سعد الحريري من عائلة البستان العراقية، والدها كان مسؤول المالية في القصر الملكي أيام الملكية في العراق، وعندما سقط العرش غادر والدها العراق وتوجه نحو السعودية، وهناك أصبح مسؤول المالية في القصر الملكي السعودي. وأخت والدها هي أول وزيرة في العراق ومن أوائل الوزيرات في العالم العربي. وعندما تطلقت والدة الرئيس سعد الحريري تركت السعودية وعادت للعراق واستقرت في بغداد، هناك حيث اشترت أحد قصور العائلات القديمة وتزوجت أحد أبناء هذه العائلات، لكنه كان مفلساً وتعامل معها بطمع، وحدث بينهما مشاكل ما استدعى تدخل الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين ورئيسة اتحاد نساء العراق الدكتورة منال يونس. احتضنوها واهتموا بمشاكلها الزوجية وأعادوا لها حقوقها وأجبروه على تطليقها. ومن ثم خرجت والدة سعد الحريري من العراق وتوجهت نحو الأردن، مشيرة إلى أنها ابنة عائلة كريمة ومحافظة. وقالت بشرى الخليل: أعتقد أن الرئيس رفيق الحريري قد استفاد من علاقات أهلها، لا سيما عندما كان والدها يشغل منصباً مهماً في القصر السعودي. وعلى الرغم من أني لا أعرف مدى دقة الصورة وما إذا كانت هي بالفعل المتواجدة في الصورة، إلا أنني يمكنني القول بأنها ابنة عائلة محافظة، وأنها إن كانت هي فالملك فهد بالنسبة لها بمقام عمها، لأنه هو من رعاها وعائلتها. وأضافت بشرى الخليل: أستبعد الكلام الذي يقال عنها، وأستبعد أن يكون هناك علاقة بينها وبين الملك فهد، لاسيما أنها تربت عندهم وهم ليسوا بانتظار رفيق الحريري ليتعرفوا عليها، هي بمثابة ابنة لهم لا أكثر، ولو أراد الملك فهد الزواج منها كان قام بهذه الخطوة قبل أن يتزوجها رفيق الحريري، ولكن الناس تحب هذه الأخبار. وختمت بشرى الخليل حديثها قائلة: برأيي من يريد أن يتحارب سياسياً عليه أن يترك الأعراض جانباً لأنه أمر معيب.